والنهارده برضو 21/6 كان في مؤتمر صحفي عقد الصبح، عقده سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس علشان إلقاء الضوء على الحصاد بتاعنا في العام المالي، حصاد هيئة قناة السويس في العام المالي 2022/2023. سيادة الفريق الحقيقة قال مجموعة من التصريحات أعتقد أنها شديدة الأهمية بالغة الأثر، منها تعال ناخدها واحدة واحدة كده. قناة السويس يا جماعة حققت عائد 2.3 مليار دولار في الربع الأول من العام. طب الزيادة قد إيه؟ الزيادة 35%. الله أكبر. طيب مشروعات التطوير بتاعت القطاع الجنوبي، خد بالك بقى هنا سيادة الفريق عارف اللي بيتقال حوالينا من قوة معادية من تنظيمات إرهابية إلى آخره، فيجي يقول لك طب تعالى بقى نشوف التطوير اللي حصل، احنا كنا بننشئ، لأنه بيجي يقول لك يا جماعة ده ما عملوش حاجة بيضحكوا عليكم، فيقول لك لا ده احنا أنشأنا أول مارينا خضراء لليخوت في الشرق الأوسط وإفريقيا، منها مارينة إسماعيلية ومارينة بورسعيد. طب احنا معانا على التليفون سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل عام مالي وسيادتك طيب. أهلا بخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة الفريق. سيادة الفريق أنا كنت بقول النهاردة كان في مجموعة من الحقائق والأرقام شديدة الأهمية تفضل بيها سيادة الفريق أسامة ربيع، محتاجين نسمع منها البعض حتى يسمعها الكل. هي ان اهم خبر او رقم يعني هو ما حققناه خلال السنه الماليه دي لغايه 22/23 طبعا لغايه شهر 6/23. ايوه. ان احنا حققنا عائد بالدولار 9 مليار و400 مليون دولار، بزياده 35% عن السنه اللي فاتت كانت 8 مليار دولار. عدد السفن عملنا السنه دي 25887 سفينه، السنة اللي فاتت كانت 23800، يعني زيادة 2000 سفينة في سنة واحدة. حلو. بنسبة 19% عن السنة اللي فاتت. يعني هو ده الرقم الأهم يعني في التصريح النهاردة، واللي أنا كنت عامل عشان المؤتمر الصحفي إن إحنا نعمل الإنجاز اللي اتحقق دول، نقوله للناس وإن في رجالة في هيئة قناة السويس شغالة ليل ونهار عشان تحقق كل سنة أرقام أفضل من السنة اللي قبليها، والمتابعة متواصلة من سيادة الرئيس ودعم كامل من سيادة الرئيس لينا. فكل دي الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عليها النهارده اهمها يعني. طبعا كنا بنتكلم على تطوير القطاع الجنوبي زي ما حضرتك قلت، ان يطلع ما طلعها زي ما يطلع قناة السويس الجديدة، المشروعات دي مالهاش لازمة، المشروعات دي بتصرف عليها فلوس. وكنت احب اقول برضه ان احنا القطاع الجنوبي ده ليه اهمية كبرى في عملية التطوير، وده قطاع صعب 30 كيلو فيهم ما حصلش فيهم تطوير ولا تحسين خدمة فيهم من 1990، لان هو فعلا صعب وكان مجازفة ان انت تدخل تتعامل معاه. هي ان احنا يعني بعد ما عرضنا على سياده الرئيس الخطه اللي احنا نشتغل بيها وغيرناها كذا مره بتصديقات من سياده الرئيس بعد ما كان بيسال على حاجات وتعدي الحاجات وتدرس، يعني ان احنا مثلا منها اهمها يعني ان احنا اولا هنشتغل بكركات بتاعتنا بتاعت الهيئه، مش هنجيب كركات من بره، وبالتالي احنا هنشتغل بالجنيه المصري مش هنشتغل بالدولار، هنشتغل والقناه شغاله مش هتقف، مش هنشتغل غير في وقت لما القناه تخلص المراكب منها، ونشتغل كل يوم يعني بنشتغل في حدود 6 ساعات او 8 ساعات، مش كده المده طالت شويه، واحنا كنا عاملين حساباتنا على كده مصدقين من سياده الرئيس ان احنا ناخد 2 سنين و6 شهور احتياطي وبالجنيه المصري ومن ميزانيه الهيئه، يعني بالجنيه المصري مش هحمل ميزانيه الدوله حاجه. حلو. يعني بعمل كل الكلام ده برضه انا عيني على اني ما احملش ميزانيه الدوله الفلوس اللي انا بطلعها للدوله ما اخدش منها، مش هدي باليمين واخد بالشمال، يعني انا لا. أيوه. خلاص انا متحدد عليا ميزانيه بدفعها وما بقرب لهاش، ومتحدد لي انا ميزانيه استثماريه وميزانيه تشغيل، انا بشتغل في دول كلهم وكمان بوفر منهم للصندوق السيادي. الحمد لله ربنا بيساعدنا وبيبارك في المبلغ اللي معانا، بنقدر ندبر ان احنا نحط هنا ايه الاول، الاولويات ايه، طب ناجل دين، طب ندخل دين، فاحنا بنصرف بالجنيه المصري ما خرجناش بره الميزانيه اللي متحدده له، والتوقيت كمان اللي متحدد، لكن طب هيعمل ايه المشروع ده بقى؟ ايه لازمته؟ ايوه ايه اللي هيستفيد بايه يعني؟ لا هيستفيد. المشروع ده في الكيلو 132 للكيلو 162، لو نفتكر كده حاسس برديفن حاسس في الكيلو 152. القطاع ده فعلا زي ما بنقول صعب، في انحناءات كتير، في تأثير للتيار على دفه المركب كبير جدا من الجنوب. تأثير التيار طبعا بيقولوا والانحناءات على المناوره فيه صعبه جدا، يعني حتى الاباطين لما احنا سمعنا لما جبت انا كمان خليت الاباطين على المراكب عملنا معاهم حديث
عشان يقولوا اهميه القطاع الجنوبي وهم شايفين ايه. قال لك انا ببقى داخل القطاع ده ب 30 كيلو متوتر، خايف ان في اي لحظه لو حصل عندي عطل بسيط ولا حاجه المركب هتشحط. فبحلل له الموضوع ده، لما بحسن له نسبه الملاحه في الجزء ده بنسبه 28% يعني التلت تقريبا عما كانت عليه، لا لو قلت لي هتشعر بايه؟ ان الملاحه تحسنت في الجزء ده لما انا بعمل توسيع الجهه في الشارع 40 متر وبعمق من 24 متر ل 27 متر، اقل تاثير التيارات المائيه على المركب، اقل الانحرافات الانحناءات الموجوده الكثير على المركب. او على ان في جزء ثاني بقى اللي هم ال 10 كيلو في البحيرات المره الصغرى، ده قناه واحده 250 عرضها 250 متر، انا بعملها 500 متر بعمل قناتين في الجزء ده. ايه اهميته برضو؟ ليه اهميه كبيره، لان انا لما ازود قناتين يسمح ان انا ازود عدد السفن اللي داخل المجرى الملاحي في نفس الوقت من 6 ل 8 سفينه. انا محتاجهم دلوقتي جدا، ليه احتياج ليهم؟ لان عدد السفن زاد، احنا كنا بنتكلم على 40 سفينه، وبعدين بعد قناه السويس الجديده من 3 4 سنين اللي بعديها على طول كان عدد السفن بيوصل ل 65 سفينه. لا احنا دلوقتي السفن يوميا، النهارده مثلا كان في 76 سفينه، فاحنا ما بنقلش على 72 سفينه في اليوم، وفي شهر مارس السنه دي كان 107 سفينه، وبالتالي انا عايز ازود عدد السفن الموجوده داخل المجرى الملاحي علشان ما اعملش تاني موضوع الانتظار اللي كان بيقعد فيه السفن عشان تعرف تعدي، لان القناه ليها ساعه تكتيكيه مش هقدر اطلع براها، يعني عدد السفن محدود. فانت لما بتزود بقى 250 متر تانيين تعمل قناه تانيه في 10 كيلو، فانت بتسمح ان انت يبقى فيه 6 ل 8 سفينه، وده طبعا رقم مش قليل. وهو اساسا ال 10 كيلو دول بالنسبه ل 72 كيلو اللي معمولين قناه السويس الجديده بنسبه حوالي 17%، يعني انت زودت قناه السويس الجديده بنسبه 17%. الحاجه الثالثه والاهم ان القطاع الجنوبي ده هو هيبقى نواه ارتكز عليها وانا بعمل بقيه التصوير الكامل لقناه السويس. وده عشان كده انا بخلص من الجزء الصعب ده، واللي بعد كده ممكن يبقى اسهل ليا، ابقى جاهز لو في شيب بيلدنج ابني سفن عملاقه اكثر، فانا بعمق من 24 ل 27 كامل بقيه القناه كده، جاهز ان انا لو عملت حبيت اعمل ازدواج كامل والظروف تسمح والميزانيه تسمح ومحتاجينه دلوقتي احنا مش محتاجينه، يبقى في اساس موجود في القطاع الجنوبي وخلصناه الجزء الصعب. كل دي كانت حاجات اهميتها بالنسبه للتطوير اللي بيحصل دلوقتي في قطاع جنوبي افقر. ده حلو قوي قوي قوي، وكمان يعني انا باكد على اللي سيادتك قلته، احنا عندنا زياده في حجم الوارد ماليا اللي هم 9 مليون و400، فطبعا العيال بتاعت الاخوان هتروح طالعه تقول اكيد علوا الاسعار. 9 مليار ايه مليون دي؟ لا مش عايز اسمع كلمه مليون، انا اسف يا رب. 9 مليار والنبي عايزينهم 90 مليار يا رب. اي والله. ف 9 مليار و400 مليون ده عائد، فطبعا الاخوان يروحوا طالعين يقول لك اكيد عدد السفن قليل، فحضرتك قلت لا ده احنا زايدين 2000 سفينه عن السنه اللي فاتت. دي حقيقه دي حقيقه. ست الفريق انا بشكرك جدا، والشكر كمان موصول لكل فريق العمل زي ما حضرتك قلت كده، في رجاله اسود موجودين في هيئه قناه السويس. الف 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 شكر ليكم جميعا، الف شكر لحضراتكم سياده الفريق، كل الشكر سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس.